غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. السلام. سلام ونعمة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. قناة الملكوت. لا خير. قناة الملكوت. نعم. معك أبو مريم من أمريكا. أبو مريم. أبو مريم ما خالدي كل أبو مريم. الرب يبارك. أنت يا رجل الله. لا لو سمحت. أي بلد أنت؟ دقيقة واحدة بس دقيقة. لو في إمكانية بس يعني معلش. اللهجة صعبة شوية، لهجتك صعبة شوية، أنا متأسف لا أقصد يعني إساءة، فلو يعني سلو داون يعني بطيء كده لو سمحت. أنا اسمي أبو مريم وبكلم حضرتك من أمريكا من نيويورك. من أي بلد؟ من نيويورك، أمريكا من نيويورك. ممكن ناخد بركة ونتعرف على حضرتك. رب يباركك. ناخد بركة ونتعرف عليك. ناخد بركة ونتعرف عليك. اوكي انا اسمي وحيد وانا من طريق المتابعه بقناه الملكوت. سعيد جدا بالتعرف عليك استاذ وحيد. ممكن اعرف سبب تواصلك معنا؟ ايوه لو في امكانيه انا محتاج حضرتك كتاب مقدس، هل في امكانيه ترسله؟ اكيد بفرح. طيب. فقط ممكن تكتب لي عن طريق الواتساب والفايبر او اي وسيله اخرى او ترسل لي عنوان فانا ارسل لك الكتاب بفرح. طيب دقيقة واحدة أستاذ وحيد بس يا ريت رقمك غير ظاهر عندي. دقيقة ثواني بس يعني معلش متأسف لا أقصد الإساءة يا شهد الرب أنا يعني خلي يعني أتكلم كده بطيء عشان ممكن أسألك سؤال أبو مريم؟ اتفضل تحت أمرك. ممكن أسألك؟ اتفضل. أنت في أمريكا الكتاب المقدس تحبه يشهد العربي أو فيه؟ أمريكا موجود قبل. لا انتظر ويت ما أنا هسألك ليه؟ لأن المشكلة حضرتك دلوقتي يعني انت لو بعت لي نسخة ممكن اعرف اي نسخة تبعتها؟ اي نسخة تبعتها؟ يعني حضرتك حضرتك حتى باللغة المغربية ارسل لك كتاب. لا باللغة المغربية. انت فهمت. الاهم هو صاحب الكتاب. لا افهم الكتاب نفسه. انا فهمك حضرتك. انت عندك البروتستانت 66 عندك الكاثوليك 73 الكنيسة الارثوذكسية اليونانية 75 الكنيسة الارثوذكسية القبطية 81 اي نسخة تبعتها الحق لي مش عارف يعني. اي نسخة 66 73 81 اتفضل حاب تسمعني؟ اتفضل تسمع؟ اتفضل تحت امرك اتفضل. انا ارسلك الكتاب المقدس يغير حياتي. ايوه اي نسخة كان احسن كتاب غير حياتي؟ ايوه الكتاب الذي انا اؤمن به يغير حياتي ارسلونه اقراه تعال شاركني هذا الكتاب يغير حياتي ويبدلها بشكل 100%. استاذ وحيد كم عدد اصفاره يا استاذ وحيد؟ اقرا هذا الكتاب يغير حياتي. صدقني انا بقراه بس انا عاوز اعرف كم عدد اصفاره الكتاب اللي غير حياتك، كم عدد اصفاره؟ يعني انت عندك الكتاب تقول لي ارسل الكتاب. انا متناقضه. لا مش متناقضه انا أنا مرة تقول لي أنا فاهمك أنا قرأت الكتاب. أنا فاهمك. في عندي مشكلة عندما تقول الكتاب المقدس معنى ده اسم علم يعني جميع الطوائف المسيحية متفقين على نسخة واحدة، الكلام غير صحيح. فهمت؟ الكلام غير صحيح. أنت عندك كل طائفة لها نسخة. أنت عندك الأرثوذكس اليونانيين. من هذه المعلومة؟ منين؟ يا شيخ أبو مريم أنت أول مرة تسمع الكلام ده حضرتك؟ أول ما تعرف الكلام ده؟ أبو مريم أنا بسألك أنت تعرفوش؟ أنا أعرف هذا الكلام. أمال بتقول جبته منين حضرتك؟ لكن حبيت أسألك. أنا حبيت أسألك. أيوة أنت حب أنت تريد كتاب المقدس أوكي. أيوة كتاب مقدس حضرتك. أنا أعرف صاحب الكتاب يسوع المسيح صح أو لا؟ أي كتاب مقدس بتتكلم عليه عشان نعرف نتكلم عنه؟ لا هو هدفك من الكتاب. نعم لكن حبيت أيوة. انت تريد كتاب مقدس ارسله لك. طيب هدفك من الكتاب ايش هو الهدف؟ ممتاز حضرتك. هدف حدد لي هدف ونتكلم معك. ممتاز حضرتك. اي كتاب ايش الهدف؟ ممتاز. اي النسخه اللي هتبعتها؟ ما انت مش عاوز تقول النسخه الى الان 73 75 81 انا اجبتك. شوف يا مريم يا ابو مريم الله يرضى عليك. سؤال سو بليز اسكتي معي اسمعي غير زين الله يرضى عليك. أنت طلبت مني كتاب مقدس، أنا سألتك، هل تطلب مني الكتاب؟ شنو؟
يا استاذ نادي سلوك الكتاب يا استاذ وحيد. انا هقول لك يا استاذ وحيد، يا استاذ وحيد معذره يعني يمكن العربي عندك صعب شويه. كلمه الكتاب المقدس معناها اسم عالم، يعني هناك كتاب واحد بتتفق عليه جميع الطوائف المسيحيه في عدد الاصفار. الكلام ده غير موجود. البابا شنودة نفسه بابا الكنيسه الارثوذكسيه في مسألة كلنا واحد في المسيح عندما يكون الايمان واحد. فانت لا تستطيع ان تقول لي الكتاب المقدس، انت ما عندك نسخه واحده يتفق عليها الجميع. لو انت عندك نسخه واحده الان اتفضل حضرتك اقرا لي من سفر الحكمه. يا ابو مريم يا ابو مريم ارجوك ما تبعدش بعيد، خلينا في القريب خلينا في القريب. اتفضل. انا ما اعرفش ابو شميله وما عنديش ثقافه على ابو شميله وعمال ما قريتش كتاب ابو شميله. ماشي. انا اعرف الشخصيه، انا اعرف شخص واحد هو يسوع المسيح. اوكي، انت تريد الكتاب المقدس، لماذا تريد الكتاب المقدس؟ ايش ما هو هدفك؟ يا استاذ الكريم انا هقول لحضرتك، هقول استاذ وحيد حضرتك رايح تشتري شيء، الاول تتعرف على الشيء ولا انت تشتريه كده بلايند اعمى مش تعرف ايه اللي انت هتشتريه؟ يعني انت بتديني سلعه وانا ما اعرفهاش، انا ليا حق اسال السلعه ولا انا غلطان؟ فانا بقول لك اي نسخه تبعتها ليا لو سمحت. اي نسخه ارجوك يا رب يا ابو مريم خلينا انا مش موجود هنا من اجل الجبر، انا موجود هنا من اجل شيء يساعدك يا رجل الله. ممتاز ممتاز سعيدني هقول لك ممتاز 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 يا استاذ وحيد سعيدني. انت هقول لك يا استاذ وحيد ريلاكس ريلاكس ما في فائده بليز سيلفو ريلاكس. انت حضرتك هتساعدني الان اين خلينا أنت ساعدني، أين قال يسوع عن الله؟ بدون هذا السؤال. لا ساعدني، أين قال يسوع عن الله؟ الله. أين قال يسوع عن الله؟ ساعدني اتفضل. ماذا تقول؟ ساعدني، أين قال يسوع عن الله؟ عاوز أعبر أنا. أنا حضرتك عاوز أعبر، أين قال يسوع عن الله؟ أين قال يسوع عن الله؟ أين قال؟ أوكي. سمعت السؤال. سؤالك سمعته، إذن أرجوك أخويا أبو مريم. لا داعي نقفل مثل عدو الريفي بيكوز شطار الذكر مش جيد. انت اتصلت بي في الاول قلت لي تريد كتاب مقدس. يا استاذ الكريم انت قلت لي الكتاب. خليني ابو مريم خليني ابو مريم ابو مريم ما تنقلش علي ما تديش قصد العدو الريفي هذا مش جيد. ايش يديا ليك؟ ارجوك ارجوك يا رجل الله. مع السلامه. انا يا رجل كيف انت. كان معانا الهواء مباشرة الآن الأستاذ وحيد من قناة الملكوت فرع المغرب، الأستاذ وحيد من قناة الملكوت التنصيرية فرع المغرب. الأستاذ وحيد من قناة الملكوت التنصيرية فرع المغرب. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر كبير كل قدر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدره جل قدره لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا